شكو عطني مجالي عزيز الدعيع بالقام بالقام اخر صد بالقام اي صد ما له شغل بالقام حطها لهريفي لو ضيع لهريفي ما له شغل لا 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 الناس مشغول بكورونا وعزيز مشغول بالهلال عزيز عزيز الدعيع ما صد بلنتي مع الامارات ما له شغل وين البنت اخر واحده انت حاط اقول حط فيه بلنتي صد اخر واحده حسين حسين هذا اللاعب هذا زين لا 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 لعبتهم مع الصين لعبتهم مع الصين يا حبيبي عطى النهائي لعبتهم مع الصين يا عزيز بال 84 ولا 88 لا 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 88 من اللي أهلهم للنهائي اخر ضربه جزاء فهد مصيبي لاعب الهلال 96 اي هو اللي صعد ضربه الجزاء هو اللي صعد السعوديه اخر شيء بس بس عشان انا ذاكرتك 96 2-0 دور 8 الصين على السعوديه وينزل اثنين ايام نزل كان يقلب النتيجه بالشوط الاول ها الشوط الاول النهائي اتكلم عن النهائي البطوله هذا دور 8 ها اثنين ايام قلبها قبل النهائي مباراه الدعيع مع ايران مباراه الدعيع مع ايران انتهى انت احنا والنهائي ايضا دعيع فوز بالبنتيات لا 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 نواف انت على اهل تشوفه قوم طق ابوك لا 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 لا